بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أكدت أن العمل الخيري والإنساني ثقافة متأصلة في المجتمع البحريني منذ القدم هذا وعربت معاليها عن الفخر والاعتزاز بالنهج الإنساني الذي رسمه جلالة الملك المعظم فأصبح مرجعا وطنيا يعزز الدور المؤسسي في النهوض بالبرامج والمشروعات الخيرية كأولويات لمسيرة التنمية الوطنية المستدامة كما شادت معاليها بالجهود المبذولة في مجال العمل الخيري من قبل الحكومة برئاسة سمو العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا وثمنت معاليها الدور المتميز للمؤسسة الملكية للعمل الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأسهاماتها الخيرية والإنسانية والوطنية المتواصلة، وأكدت معاليها حرص وسعي مجلس النواب الدائم والمستمر على تشجيع ودعم الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.